حلمي بقى وطموحي اصلا من الموضوع ده كله ان انا اسس اول متحف لمصغرات الشرق الاوسط. المتحف ده يتناول تاريخ مصر كله، من تاريخ مصري قديم اسلامي لقبطي ليوناني وروماني لاشهر المعالم السياحيه المصريه. بالنسبه للوقت المصغر بيختلف من التماثيل او للمعالم السياحيه او للتصاميم، متوسط من 30 ل 40 ساعه. طبعا الموضوع في الاول كان فيه انتقادات سلبيه كتيره جدا، اللي انت بتعمله ده ضيع وقت، ايه التفاهه دي، ما لقيتش غير سن القلم، ما تنحت على حاجه اكبر شويه. بس اللي بيتكلم للاسف معلوماته قليله، ما يعرفش ان في فن معترف بيه عالميا اسمه فن المصغرات، فانت بتعمل نسخ مصغره من التماثيل الكبيره، فهو فن مستقل بذاته تماما عن الفن اللي انت معتاد تشوفه، هو نادر شويه. لازم يكون الرصاص فيها ناعم قوي، بحيث ان هو ما يكونش فيه رواسب، لان الرواسب دي لو موجوده ممكن تدمر لي تمثال كامل. يعني اللي انت مش شايفه بعينك المجرده تحت الميكروسكوب او تحت العدسه بيبقى كبير وضخم. اصعب منحوته عملتها كانت قناع توت عنخ امون.